الحديث حول التطبيقات الحكومية ينضم معنا عبد الرحمن مجرشي مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي. صباح الخير أستاذ عبد الرحمن. يعني بداية فهمنا إيش التطبيقات الحكومية وإيش الفكرة منها؟ أولا مرحبا، أهلا وسهلا فيك سارة وعبد الإله، سعيد فيكم، كل التحية لكم و لمتابعينكم الكرام. الفكرة من دليل التطبيقات الحكومية أو الثمرة منه هو زي ما ذكرت في مقدمتكم أنه إحدى ثمرات البرنامج إعلام الموحد جريد، واللي شارك فيه أكثر من 94 جهاز حكومي، وهنا نوجه كامل الشكر والتحية لهذه الأجهزة على هذا التعاون الإيجابي اللي أثمر في التكامل في عدد من المشاريع. جريد انطلق قبل عامين بهدف توحيد الرسالة الإعلامية وتنسيق أداء الأجهزة الحكومية إعلاميا. إحدى الثمرات أنه عندنا عدد من التطبيقات، نبغى نعرف هل هذه التطبيقات حكومية أو لا، نبغى نعرف أنه هل هذه التطبيقات موثوقة نعم أو لا، فكان هذا الدليل هو اللي يضمها، وهو يلخص للأمانة الوعي الإداري بأهمية تفعيل الحكومة الإلكترونية في وقتنا الحالي، والتسهيلات التقنية المتاحة للمواطنين أو للمقيمين في مختلف التطبيقات، سواء كانت تطبيقات خدمية أو توعوية أو حتى ثقافية. وايضا هو طريقه موثوقه لاي تطبيق داخل المملكه، يعني في كم هائل من التطبيقات الان، فما عاد صرنا نعرف اي منها الحكوميه او تحتاج تعريف، فكان هذا الدليل هو المرشد لها. ممكن في تطبيقات نعرفها احنا مثلا والله مثل ابشر ومثل غيره، بس في تطبيقات تقدم خدمات جدا مميزه وهي تطبيقات حكوميه، فكان الواجب التعريف فيها من خلال هذا الدليل. جيد، يعني استاذ عبد الرحمن نفهم انه هالدليل له ثلاثة اهداف، اولا التعريف والتسويق للتطبيقات، وايضا الحديث عن توثيق التطبيقات انها والله تطبيقات حكومية وايضا رسمية. طيب كيف حيكون هالدليل؟ كيف الناس حتوصل لهالدليل؟ هذا الدليل استاذ عبد الله هو متوفر او لما اطلق عبر الموقع الالكتروني للتواصل الحكومي، وكذلك من خلال منصتنا على تويتر، وايضا رصدنا تداوله بشكل ونطاق واسع، كان عبر الواتساب في اكثر من مجموعه واكثر من مكان، وكذلك كان عندنا في الموقع الالكتروني في الساعات الاولى عدد تحميلات عالي عليه. المميزه في هذا التطبيق انه الحجم بالنسبه له مو كبير، يعني ياخذ مساحه من الجوال او شيء عالي، لا هو دليل تستطيع انك تطبعه ورقيا او تستطيع انك تحمله عندك في بالتاكيد في الجهاز، وهذا الاهم. من خلال راح تجد اكثر من 70 تطبيق، راح تجد باركود نبذه عن التطبيق، خدمات اللي يوفرها، باركود للمسح اذا كان في احد الجالسين معك او بجانبك يبغى يمسح التطبيق ويحمله، او انت من خلال جهازك راح تضغط او تنقر على التطبيق ويتحمل معك تلقائيا. جميل، طيب عبد الرحمن كم عدد الجهات الحكوميه المشاركه في هذا التطبيق؟ عدد الجهات الحكوميه المشاركه في هذا التطبيق اكثر من 70 جهاز حكومي شاركت في هذا التطبيق، وايضا من التفاعل الايجابي بين الاجهزه الحكوميه انه بعد اطلاقه تواصل معنا اجهزه اخرى لديها تطبيقات ترغب في اضافتها الى النسخه القادمه باذن الله من التطبيق. جيد، العائد من هذا التطبيق اكيد انه لكم اهداف منها سواء اللي تحدثنا عنها في البدايه، وايضا قياسها على ارض الواقع والقادم من تحديثات اذا ما تحدثنا عن الدليل. بالتاكيد هنا في نقطه ايجابيه جدا، حتى احنا كمستخدمين بالنسبه لنا هذه وسيله لتحسين خدمات، خلي اقول لك لتحسين الخدمه بالنسبه للمستفيد. نعم. من خلال نتداول التطبيقات، نتعرف عليها اكثر، في تطبيق عن تطبيق راح نقول هذا التطبيق والله ايجابي وسهل، هذا التطبيق يحتاج تحسين، وبالتاكيد راح اتواصل مع الجهاز الحكومي او من خلال المواطن راح يجد نافذه يتواصل فيها مع الجهاز الحكومي لتحسين الخدمات. للامانه انا حاب يعني اذكر زي ما تكلم الدكتور عبد الله المغلوط المشرف العام على وكاله التواصل عن شكرنا العميق للامانه للجهات الحكوميه على هذا التعاون الايجابي، وهذا الشيء اللي قاعدين نلمسه منهم. نعم. في اكثر من مناسبه واكثر من مبادره. عظيم، يعني كل الشكر لكم، نتمنى لكم التوفيق خصوصا في توحيد الجهود الالكترونيه بالنسبه للاجهزه الحكوميه لوصول الخدمات للمستفيدين بشكل اسرع وامثل. الاستاذ عبد الرحمن مجرشي وانت مدير العلاقات العامه والاعلام بمركز التواصل الحكومي، شكرا لك. يعطيك العافيه.